الأنظمة الإدارية الجديدة؟ بصراحة مهم جدا. أي واحد مصري عنده مقدرة طبعا، عشان ما نقعدش، لأن في طبعا ناس حسب المقدرة، مهم جدا إن يشتري في العاصمة الإدارية الجديدة، جدا جدا. ما فكرش هيندم، هيندم بمعنى هيندم. ده مهم جدا لنقلة مصر أساسا اقتصاديا وسياسيا وحاجات كتيرة جدا. ببساطة عشان المستقبل هناك إن شاء الله يكون كويس بخير. يعني ليه حضرتك حاسس إن المستقبل هناك هيكون أحسن؟ التخطيط والحاجات اللي قريناها والمشروعات اللي هتتعمل دي كلها أكيد نهايتها تؤدي إلى مستقبل كويس. يعني الوحدة اللي حضرتك اخترتها تمنها كام ومقدمها كام وقصتها كام؟ الوحدة تمنها مليون و600 في الحدود دي. تمام. المقدم بيبقى 10% او 5%. في انظمة السداد، دي اهم حاجة برضو مميزة الشركة، انظمة السداد اللي هي متنوعة بتناسب اي حد، يعني اللي هو 10% ودفعات سنوية لمدة 7 سنين. كام الدفعة السنوية؟ الدفعة السنوية 205,000. المستقبل يعني، لان الدولة كلها دلوقتي متوجهة نحو العاصمة الادارية الجديدة، فطبعا الواحد بيمشي دايما مع الحاجة اللي هي فيها مستقبل يعني ان شاء الله. لكن هل فعلا حضرتك هتعزل وتروح تسكن في العاصمة الادارية الجديدة؟ يعني احتمال طبعا، هي هتوقف على ساعة ما استلمها هتبقى الامور عاملة هناك ازاي، لان انا اوريدي قاعد في الكومباوند دلوقتي كويس، فبالتالي لما بعد 4 سنين ونشوف العاصمة الادارية تبقى عاملة ازاي ممكن طبعا اروح انقل هناك، او ابني بقى يعيش فيها هناك ان شاء الله. انت مبسوط وبابا بيشتري لك شقه في العاصمه الاداريه الجديده؟ يعني مبسوط طبعا، ربنا يديله الصحه وكل حاجه. وان العاصمه الاداريه الجديده يعني كل الانفستمنتس، كل الشركات الكبيره راحه ناحيه هناك، كل الاموال اللي كميه الاموال اللي بتتضخ هناك، فده بيخليني يعني اعتقد ان هي تبقى حاجه كبيره، عشان هي المستقبل وكل حاجه هتبقى فيها، الوزارات والحكومة كلها هتبقى موجودة فيها، فهي منطقة جديدة وهتبقى كويسة إن شاء الله. ليه حضرتك بتشتري الوحدة السكنية دي من خلال شركة الشرقيون للتنمية العمرانية؟ عشان احنا تعاملنا معاها قبل كده وخدنا منها وحدة سكنية وكانوا الناس صادقين معنا والتزموا بالمواعيد اللي احنا اتفقنا عليها.